أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأحافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وأعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياة والله على ما أقول شهيد. أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص هذه المقابر بناحية الشنافية بمنطقة المهاري تابعة لمحافظة الديوانية بيها مقابر 19 مقبرة جماعية 19 مقبرة جماعية شيعة وسنة تقدر آلاف الرفات الموجودة بيها ورجاء من الجالسين الهدوء وضبط المشاعر اسمك الكامل بدون كلام ابو سعيد اسمه محمد حكمت المحكمه على المدانين بيان احمد سعيد وحدين داوود سلمان وظاهر جاسم بالاعدام لكل واحد منهم في المادة 406/1 على أليف على جيم